مساكم الله بالخير جماعة. اليوم احنا قاعدين نصور ايام السرايات، شوفوا مرتين نحط الاغراض وندشلهم المطر واللوية. عندنا اليوم بالروضة في ديوان معيوف عند عيال معيوف الله يسلمهم، وعندي اخوي عبد الوهاب الله يسلمه، هو من اعضاء الفرقة القديمين المؤسسين بالفرقة وياهم هني. عدل يبا حياك الله يا الله يحييك. عبد الوهاب الراشد هو شيال السامري الفنون العاشوري، وطبعا الفرقة هني متخصصة في أداء الفنون البحرية، الفنون البحرية، وهم في الأعراس لما يزفون المعارس عدل. نعم. لأن نعم. في العرضة البحرية أكو ناس عبالهم العرضة بس واحدة، في النيدية مالت البر وفي البحرية. البحرية نعم. 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 فإحنا اليوم جينا هني ما نبي نسوي، إحنا نسوي لكم مجبوس كذا مرة، اليوم بنسوي طريقة جديدة حق الطباخ، مو جديدة، أنا شفتها صراحة وعجبتني وتعلمتها وقلت لازم أضوقها أهلي وجماعتي. جزاك الله خير. الله يسلمك. فالشباب متجمعين هني كلهم، فإذا سمعتوا أنا جيت عليهم على غفلة دعوم، اللي هم عندهم بروفة بيشتغلون حق التلفزيون باكر. فإذا سمعتوا يبا حس لي حلا، حس الطبل، حس هذا هم يشتغلون، فيعني اليوم حنا قاعدين، أنا بطبخ لهم بعشيهم وهم بيعشوني طرب. فن وطرب. فحبايب قلبي، أخوي عبد الوهاب. عندك بس فكرة متى بدأت تأسست الفرقة؟ والله بالضبط هو بداية الستينات، يا 60 61. نعم. نعم تأسست الفرقة، فرقة معيوف من جل الشام من الستينات. نعم. وهي انشقت عن فرقة ثانية بالأساس عن كان ويا بن حسين مع بن حسين. نعم. نعم. الحين بخلي أخوي عبد الوهاب بس أقول لكم المقادير وأقول لكم إيش بسوي وعقب برد ونكمل ساعتنا. يا حياك ارتاح. اليوم طبختنا بنسوي الله يسلم عمركم، عندنا العادة الغوزي وعندنا الغوزي معروف إنه باللحم، اليوم بنسوي لكم غوزي الدياي على طريقتي أنا اللي شفتها وعجبتني، وياه ورق الموز اللي هو بيعطي نكهة ثانية. وطبعا عشان اليوم الوقت ما يسمح والمكان هالسرايات ليتنا فما شبينا حطب، استخدمنا الكول. كل اللي بسويه بخلط لكم الخلطة اللي بنتبل فيها الدياي ونتبل فيها اللحم عشان نحطه يستوي بالجدور، وبنسوي عيشنا اليوم عيش مطيب، مو على ماي اللحم والدياي ما يمدي، فبنسوي عيش مطيب نفرشه تحتهم، تالي نوريكم عاد ايش بيصير عندنا. انا ما خليت لكم اللويه كلها، هذه خليت بس جزئين من الذبيحه، الذبيحه هناك عندي متبله بنفس البهار اللي بسوي، البهار اللي عندي. قبل لا ابتدي البهار بس ابى اقول لكم هذه حشوه الدياي اللي هي عيش العادي، يحطون عيش عادي، انا حطيت العيش الامريكي عشان يقاوي لانه بيتم مده بالبخار بالجدر عشان لا ينهرس عليكم يصير هم مفتل. مكوناته كلش سهله، هذا العيش فحناه مع دارسين وهيل ومسمار وشخلنا نص فوحه، وهذا اللحم مفروم محموس حمص عادي، بنخلط هذا مع هذا يعطينا هذا، والملح حسب ما تبون، والبهار البهار العادي بهار البيت، كركم ودارسين وهيل ومسمار اللي انا كهوة مزهبة حق الخلطة نفسها، هذا البهار اللي بسوي الحين الخلطة اللي بتبل فيها الدياي وبتبل فيها اللحم على طول. عندي شوية سمنة كهية هني، بحط فوقها البهارات اللي أبيهم اللي هما كركم والدارسين والهيل والمسمار وصبغ الزعفران، وبحط وياهم هم زعفران وماي ورد عدل، وبعد عشان يطلع النكهة عدل ما عندنا لومي، حين عصر عندنا ملح اللومي، بناخذ شوية ملح اللومي يعطي الطعم عشان يعطيها اللذعة مات الحموضة شوية تونس. الشيء الغريب عليكم هذا طبعا اللي يعرفون الحريم الكبار قاعدين يدون هذا دبس التمر، العادة نحط هبة والحين هبة، عطونا حق القوزي كشب، احنا كشب ما نبي نحط دبس، خلطه كله مع بعض وبنزيده عشان الحموضه والطعم يصير عاده طعم المشوي. صبار ممروس قهوه هني تشوفونه، انا طبعا بسوي كميه بسيطه مو وايده لان انا نسوي الكميه اللي من ساعة وايده، فبخلطه كله مع بعض، هذا درت خلطه كلها، وفوقها شويه معجون طماط اللي هو يعطي انطوعه، ما نكثر وايد بس عشان اللون عشان يطلع محمر ويانا. اعطينا يبا دارسين ناعم على ما تجيب كماري الدارسين، هذه يبا الخلطه، هذا اللحم المفروم وهذا العيش حطيناه مع بعض وعلى طول خلطناه، يعطينا المنتج هذا اللي تشوفونه قدامكم مستوي.
فببهر الحين الدياي عندي مغسول ومكركم كاهو. نقوم بس تبهر بطنه في بهار البيت المعتاد اللي هو الابزار العادي خفيف مع شوية ملح وتحشيه من هذه الحشوة اللي هي نفسها هذه نفس الحشوة، وتالي نلغمطها من فوق في الخلطة هذه عشان ننزله ننزل الديايات مع أخواتهم. واللحم اللي يبي لحمه ينضى بسرعة، الحين أكو شيء يسمونه مطري اللحم، أو إذا ما عندكم البيكنج بودر بس مال الكيك، قفشة واحدة تفرد فيها اللحمة قبل لا تطيبها، وإذا عندكم وقت كافي ما تحتاج. هذا شيء يعني اختياري، كل من يعرف البيكنج بودر كل من يعرف مطري اللحم. هذه لحمتنا، وهذه الخلطة اللي سويناها بنطيب فيها اللحم. بس أنا ما حطيت ملح وايد، إذا يبي زود ملح بزيده. فركوها عدل لأن فيها البهار وفيها الطعم كله. ما أبي أغلبكم باللوية هذه كلها، كثر ما تفركونها عدل كل ما تأخذ الطعم عدل. شوية ملح كمارية بيها زود. أبو سليمان قال لا خليك جسينا، أبو سليمان ما في تشيل الملح الله يهينك. قهوة قهوة ما يخالف، ما يخالف، خشن كله واحد. شوية خشن ينقل لنا، ينقل ملح. يبا حط لك معون ثاني؟ لا عادي يبا، لا واحد. يلا يبا حشيه عشان اللغمطة. الحين خلصت أنا من هذا اللحم، بس أعطوني فاصل دقيقة واحدة عشان أوريكم الجدر اللي بحطه. قبل لا ترد لنا السراية مرة ثانية، هذا اللحم تبلناه، هذا الدياي حشينا نفس الشيء. الحين شو بنسوي؟ بنطيب ماي الدياي في هذه دارسين ومسمار وهيل وشوية بزار وورق الغار وهم ستار اللي هو بهار المشبوس العادي اللي تشبسون فيه. سيدة في الماي مع حبيبة ملح لازم بعد عشان لا يصير ماسخ. حركة شوية دياي، طبعا احنا مسوينه وزاهب. بسم الله ياخذ له ساعة ونص تقريبا. ايوه كان يبي له زود ماي ابو سليمان شوية. لحظة ايش نسيت؟ نسيت البصل. نسينا البصل والطماط عم نضيفه. شوية طماط وشوية بصل. يلا الحين كامل الماي. عادة هذا إذا بنستخدمه نشبس عليه، بس اليوم ما عندنا وقت فبنسوي حمسة بروحه حق شباس الماي، ونفس الشيء أسامة حق الجدر الثاني. بس نبي عشان نصف لنا اللحم الله لا يهينك. أسامة أخوي قاعد يعاوني ما قصر اليوم. هذا يبقى بصل وطماط حق جدر اللحم، هذا الطماط وهذا البصل وهذا البهار اللي هو كركم ودارسين وهيل ورق الغار نفس الشيء، والستار هذا من كل شيء حبيبه وملح وياه نفس البهار. بس حركه شوي عدل. يلا نزل عليه هذه يبه. يلا ابو سليمان يجيب اللحم كهوه يمك. هذول الدياي خلي يصفون مع اخواتهم. تفضل ايوه ارتاحوا هني. ركبنا يبا جدر الدياي، وحين بنركب اللحم. اسامه اخوي قاعد يصف الذبيحه هناك، صفها عشان نكمل عليها الباقي. ايوه
يلا كذي يبا خلاص ركبنا جذورنا اما بقينا للعيش والانتظار عشان ننشف عقب بس الحين بنسوي العيش قدامكم نرد لكم بعد شوي وعشان نعطي النكهه اللي احنا نبيها مال ورق الموز هذه الورق بنغطيه فيه عشان ينخمي وياه ها. ما لزوم نحطه من تحت بس من فوق يخمين ابو وحده الحين موليه على ياخذ الطعم اللي احنا نبيه وعادة فوق وتحت نحطه بس هو كذي هم يعطيك نفس الطعم خلي البخار يضرب فيه من تحت وينزل عليه وعلى اللحم نفس الشيء محار بعده يلا اوه ها قضينا يلا الحين يبي له على الاقل يا جماعه ياخذ له ما بين 3 إلى 4 ساعات والدياي ساعه ونص الى ساعتين حسب حجم الدياي اذا ابو 1200 الكبار و1300 ياخذ وقت اكثر اذا ابو 1000 يا دوبك ساعه ونص تكون متفلله ولا تحركونه عندنا طريقه ثانيه بيسويها اخوي سامه قال لي عنها اللي هي بيحمر ويها بس هو بالجدر عاد شلون بيسويها ما ادري انتم شوفوا عقب ردينا لكم مره ثانيه اظن الدياي استوى وتسمعون الجماعه عندهم بروفه داخل فانا بكمل شغلي على ما يخلصون هم بروفتهم استمتعوا ويانا هذا عندنا هني الماي الحار انا بسوي فيه العيش ايش بنزل فيه بنزل فيه يا جماعه طماط والبصل اللي هو كانه مكبوس طماط والبصل والبهارات هذه البصل بخليه يغلي شويه عقب انزل فيه العيش وبزيده طبعا شويه دهنه العاده احنا نسويه على ماي اللحم بس اللحم ريض لما نسوي العيش عشان نخلص مره واحده وهذا الطماط لا تشوفوا الكميه وايد احنا طابخين 20 كيلو عيش وهذه بهارات المكبوس دارسين والهيل والمسمار وورق الغار والستار كل شيء والكركم والبزار المخلوط شيء عجيب الفن البحري ها يا سلام يا سلام يا سلام وطبعا بنعطي شويه زيت وياه وما نستغني عن السمنه عشان تنكه فيه بس ابعطيه حين نار حاميه خلكم انتوا وياي ابكشف على الدياي الدياي صار له ساعه ونص اللحم ريض عشان تعرفون انه استوى او ما استوى طرف القفشه شوفوا شلون تنزل فيها مستويه مره واحده يعني معناته دياي نزاهه بنطفي عليه ونشيل عنه ورق الموز يا سلام صارت النهمه وصاح الطبل والايحال الله 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 شفتوا شلون وريحته ما اقول لكم عنبر صارت الحين بس انطر وسام اخوي عشان بيسوي قال لي بالدافور بحمره لك هذا جاهز
وارد لكم بعد شوي لما يستوي اللحم عشان اكتل العيش. يلا يبا كتلوا لنا العيش، قواكم الله شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. مره واحده يبا، مره واحده على وجهه، اللهم صل على محمد. بس بس طق طق الطرف. ايوه لا يلا خلي خلي باي برا. اسجد جزاكم الله خير، ما قصرتوا. ودونا هذه بس منك خلينا نفرك. الحين شو نسوي؟ نزيد عليه النار يبا ونزيد الماء الحار. بسم الله. بس نغطيه الحين، خلي يتبغبغ شوية على قولتهم، ندش بيوته عقب نقصر عليه. هنشوف اللحم لحم امتهتي تهتي ما شاء الله. هاي ذبيحتنا، بوريكم الحين شلون استوى اللحم ما شاء الله على فالهم. لحمنا اليوم لنا طلي، شوف اهم شيء تشوفون الفخذ نضى ولا لا. هذا الفخذ شوف، هذا الشفل شفل مول دايب، ها وها دايب نوبة واحدة. أما الضلوع يودني لا طيح. الحين سيدة عندنا الهيل والزعفران والدارسين، بخب شوية هيل الزعفران. طبعا العادة احنا ناخذ الماي ونشبس عليه، بس اليوم عشان بنخلص مبكر سوينا لنا مكبوس كذابي حجره. وناس يحبون عيش ابيض بس مطيب، في دارسين والهيل وزعفرونه. احنا اليوم لا، سوينا على طريقه المكبوس. مكبوسنا احنا على قولتهم كلبونا على الساحل، الامارات والسعوديه والخليج كله، وكل ناس مكبوسهم شكل. بس هاي الطريقه وايد عجبتني، قلت اشوف اوريكم اياها. هاي الغلوع اللي يحبوا الغلوع ومسلوق. علينا بس المشاعر. هذا جدرنا خلص، حنا نجيب العيش والجماعة ياعوا سووا بروباتهم وسووا تمريناتهم واحنا خالصين. بس نشيل وجه الزعفران عن وجه الجدر. بسم الله. اي نعم. بسم الله على محمد على ال محمد. لا يا عوصج اشوف صخه صارت، ها؟
اكفي يمي بشيل الورق اللي يطيح، الورق اللي يطيح هذا العواد اشيله. الحين هذا حشونه، الحشو العادي اللي هو كشمش ونخي وبصل، واحنا زايدين شنو؟ الكبده محموسه وياه. عليك بلف سمية عافية. جهز الحين أكلنا بس من نادي الجماعة يتعشون، على بس ما يصبون لهم الدقوس، وإذا عندكم معابيد ذهبوها. هذه نقصتكم وصلت، عيال معيوف والشباب الحاضرين كلهم، شباب احنا شياب على كل واحد. سامحوني على القصور، بخليكم الحين تتعشون براحتكم. بسم الله. حياك الله يا ابو داوود. مالك حدود، مالك حدود يا ابو داوود، مالك حدود. على القوة، على القوة. اي والله على القوة، على القوة يا ابو داوود. يلا سموا، سموا على الكرامة يبا، والدقوس كوكو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك. سامحوني على القصور.